ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. خير ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل تعلم لماذا يرى الحمار الشيطان ولماذا يرى الديك الملائكة؟ إن نعم الله عز وجل على الإنسان كثيرة لا تعد ولا تحصى ولا يحصرها العد ولا يحيط بها علمنا، ومن هذه النعم نعمة البصر، لكن نعمة البصر عند الإنسان محدودة، فالجهاز البصري عند الإنسان قدرته محدودة بخلاف بعض ذي الحيوانات كالحمير والديكة. وما أعجب هذا الحديث الذي أثبت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من خلاله أن الإسلام هو الدين الخاتم الذي سبق العلم الحديث بآلاف السنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. سبحان الله، فقدرة الجهاز البصري عند الإنسان محدودة بخلاف القدرة البصرية النفاذة عند الديكة والحمير. أثبت العلم الحديث أن الإنسان لا يستطيع أن يرى ما تحت الأشعة الحمراء، وكذلك لا يستطيع أن يرى ما فوق الأشعة البنفسجية، لكن قدرة الحمير والديكة تتعدى ذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف ترى الحمير الجن وكيف ترى الديكة الملائكة؟ كلنا نعلم أن الشيطان خلق من نار السموم، قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وأثبت البحث العلمي من خلال أطباء بيطريين أن الحمير تستطيع أن ترى تحت الأشعة الحمراء، والجن تصدر منه نفس الأشعة، فبذلك تستطيع الحمير أن ترى الجن. أما الملائكة فكلنا يعلم أيضا أنهم مخلوقون من نور، والنور تصدر منه الأشعة فوق البنفسجية. وقد أثبت أطباء بيطريين أيضا أن الديكة تستطيع أن ترى فوق الأشعة البنفسجية، فبالتالي تستطيع أن ترى الملائكة. فسبحان الذي خلق فسوى. ولعلنا الآن قد ظهر لنا جليا لماذا تهرب الشياطين من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله تعالى، وذلك لأن الشيطان لا يستطيع بطبيعته أن يتحمل نور الملائكة، فلا يمكن التناغم والانسجام بين الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء، حيث تتلاشى الأشعة تحت الحمراء تحت ضغط الأشعة فوق البنفسجية لقوتها. فسبحان الله، وأتمنى أن يكون قد نال المقطع أعجابكم، ولا تنسوا نشر المقطع لكي تعم الفائدة والأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وانشر المقطع ليعم الأجر والفائدة للجميع، ولا تنسونا من آرائكم وتعليقاتكم، ونحن نحترم آرائكم وتعليقاتكم ونأخذها بحامل الجد، وشكرا وجزاكم الله خيرا.